أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ استقالته من منصبه لتولي منصب زعيم مجلس العموم، وذلك في إطار تعديل وزاري محدود للحكومة التي يقودها المحافظون. وقال هيغ في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إنه لن يترشح إلى الانتخابات التشريعية المقررة في أيار مايو من العام 2015، وذلك للتفرغ لأمور لطالما رغب في القيام بها. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن تغييرات أخرى على حكومته في إطار تعديل وزاري يرمي إلى التحضير للانتخابات التشريعية. ومنصب زعيم مجلس العموم هو بمرتبة وزير، وهو أيضا عضو في الحكومة. بدوره استقال السياسي المخضرم كينيث كلارك المحافظ الموالي لأوروبا من الحكومة التي كان يشغل فيها منصب وزير بدون حقيبة.